الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين، خلال من امبارح للنهارده احنا كل يوم دلوقتي مع حضراتكم، خلال هذه الايام كل يوم بنبقى مع حضراتكم دائما في تمام الساعه 10:30. النهارده اخرنا شويه بسبب وجود ابطال كره اليد، الحقيقه ابطال كره اليد لكاس العالم رقم 8 على العالم، يعني منتخبنا الوطني لكره اليد كان في قبليه حلقه على طول مع النجم الكبير كابتن خالد العوضي ومجموعه من لاعبي منتخبنا الوطني اللي شرفونا جدا 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 في كأس العالم الأخيرة. كانت حلقة جميلة جدا وعرفنا خبايا كثيرة جدا جدا. ألف مبروك طبعا لمنتخبنا الوطني لكأس لكرة اليد، وصوله للمركز الثامن في كأس العالم لكرة اليد. زي ما حضراتكم عارفين، بالنسبة لكرة اليد 2021 كأس العالم 2021 سيقام هنا في مصر. نتمنى إن شاء الله أنه هو يكون كأس عالم جميل كالعادة يعني هنا، وإن شاء الله نقدر ننظم هذه البطولة بشكل جيد جدا. لسه بدري ولكن بدأت الاستعدادات من الآن. زي ما قلت لكم امبارح أن النهاردة كان في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي. في هذا الاجتماع انتهى منذ قليل، وصدرت بعض القرارات في هذا الاجتماع. الأستاذ شريف جاهز معنا؟ لسه؟ طب هاتوا لنا الأستاذ شريف. طبعا هنحاول نجيب لحضراتكم الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي علشان يتكلم معنا في كل هذه القرارات وماذا حدث في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب طبعا في موضوع مهم جدا جدا هتكلم عنه، ولكن انا بس عايز اعرف قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ونعرف قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، وبعد كده هفتح بعض المواضيع الهامه جدا جدا وتخص النادي الاهلي وتخص كل ما يخص النادي الاهلي. من امبارح للنهارده الحقيقه الدنيا بتتقلب، الدنيا عماله تتغير وعماله تروح وعماله تيجي، والناس عماله تاكل في بعض والناس عماله تتضامن مع بعض، حاجات كتيره جدا هتكلم عنها في وقتها. ولكن زي ما قلت لكم امبارح، كان النهارده في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي. هذا الاجتماع كان طبعا بينظر الى ماذا سيحدث في الانشاءات داخل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ايه اللي هيحصل في ملف كره القدم خلال الفتره اللي جايه، برضو اشياء كثيره جدا 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 في قرارات سيتم اتخاذها حتى الان. بعد قليل يعني هيكون معانا الأستاذ شريف فؤاد، إن شاء الله لو عرفنا نجيبه هنجيبه لحضراتكم عشان يقول لكم على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعه الهام جدا اليوم. لأنه زي ما قلت لحضراتكم، اجتماع مجلس الإدارة ده ما بيبقاش مجرد اجتماع روتيني، ولكن بيبقى اجتماع علشان يكمل حاجات ناقصة في النادي، حاجات يجب أن يتخذ بيها قرار مجلس إدارة عشان يتم التنسيق ما بين مجلس الإدارة وما بين الإدارات المختلفة في النادي، الإدارات الإنشائية بقى والإدارات الكورة وإدارات اليد وإدارات السلة وكل الإدارات المختلفة الرياضية والإدارات الأخرى، علشان الأمور كلها تبقى أمور جيدة. خلينا بقى نعرف ماذا حدث في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، وما هي أهم القرارات اللي تم اتخاذها في هذا الاجتماع من المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد. ازي حضرتك يا فندم؟ هلو 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 أستاذ شريف، ازي حضرتك يا فندم؟ بخير كابتن سلام، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام ولجمهور النادي الأهلي. أهلا بيك يا فندم. يعني النهاردة كان في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، ماذا حدث في هذا الاجتماع؟ أولا بشكرك على الاتصال وبحييك على برنامجك الرائع الحقيقه وإصداراتك المتميزه من خلال قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. الحقيقه ان هو اول اجتماع كابتن اسلام كما تعلم في العام 2019. نعم. كان في جدول اعمال الحقيقه كبير، ولذلك تم فتح الجلسه او مدها، سيتم تحديد موعد لاحق استقبال ان شاء الله بنود الجدول الاعمال. تمام. في كل الاحوال صدرت مجموعه من القرارات، لان ربما في اولها واهمها هو التاكيد على ضروره يعني احياء ذكرى شهدائنا، والحقيقه رغم ان احنا مش بحاجه الى احياء هذه الذكرى لانه ابنائنا في القلب 72 شهيد قضوا في الحادثه الشهيره في بورسعيد. ان شاء الله يوم 1 فبراير مجلس الاداره بكامل هيئته بقياده الكابتن محمود الخطيب وممثلي عن الفرق الرياضيه المختلفه هيقوم بوضع اكليل من الظهور على نصب التذكاري الموجود في النادي الاهلي بالجزيره،
كمان هيتم فتح النادي الاهلي وفروع مختلفه لاسر الشهداء وذويهم في هذا اليوم لقضاء يوم مع اعضاء النادي. وايضا مجلس الاداره قرر يعني في شكل رمزي اهداء اسر الشهداء التيشيرت الجديد الخاص بالنادي الاهلي، يعني نوع من تيمنا يعني بهذه الذكرى. حضرتك عارف وانت يعني نجم وابن من ابناء النادي الاهلي انه جمهور النادي الاهلي طول عمره هو الشريك الرئيسي او القاسم الاكبر في كل بطولات النادي والدافع الاكبر لتحقيق البطولات، عشان كده هذه الذكرى هي ذكرى يعني غاليه على نفوس الجميع رغم انها مؤلمه، لكنها ملهمه في نفس التوقيت لكل المنتمين للنادي الاهلي لبذل المزيد من العرق والجهد تخليدا لذكرى هؤلاء الشهداء. الحقيقه ايضا حضرتك تعلم انه لجنه الشؤون العضويه انتهت من مقابله العشرات والمئات اللي الحقيقه قرروا ينضموا للنادي الاهلي والاستفاده من الاسعار القديمه الخاصه برسوم الاشتراك. بكره ان شاء الله اخر يوم، اذا رغب اي من الساده الراغبين في الاشتراك في النادي الاهلي يقدر يحصل على استماره بكره، ويكون عنده فرصه لمده 3 اسابيع لشهر انه يدفع بالاسعار القديمه اللي هي 350,000 جنيه للعضويه الكامله علشان يكون عضو عامل ويدخل كل الفروع في مدينه نصر والشيخ زايد طبعا التجمع، ويبقى الشيخ زايد ب 125 حتى الغد والتجمع ب 200,000. اما اعتبارا من 1 فبراير فسيتم العمل بالاسعار الجديده وهي 500,000 جنيه للعضويه الكامله و 200,000 للتجمع و 175 جنيه. مجموعه من القرارات الاخرى المتعلقه بسفر البعثات المختلفه، المهندس خالد بورسعيد ان شاء الله سيرأس بعثه النادي الاهلي الى تنزانيا لمباراه الاياب امام فريق سيمبا يوم 12 فبراير، كل امنيات الطيبه ان شاء الله للنادي الاهلي تكون في هاتين المباراتين سواء السبت المقبل في استاد الجيش برج العرب في مصر او يوم 12/2 ان شاء الله في دار السلام. نعم. تقرر ايضا سفر فريق الناشئين 2006 كره القدم الى دبي للمشاركه في بطوله دبي الدوليه، ودي المشاركه الثانيه او الثالثه على مستوى الحقيقه النادي الاهلي حريص على تطوير علاقاته العربيه وكمان توفير الاحتكاك المناسب واللازم لقطاع الناشئين في هذه الفتره. وتم تكليف الدكتوره رانيا عدواني عضو مجلس رئاسه البعثه ايضا في اطار الاهتمام بكل اللعبات الحقيقه مش بس كره القدم ولا السله ولا الطايره. كابتن اسلام فريق الكاراتيه 80 لاعب هيسافروا في الى بطوله سيريس اي، والبطوله دي هتقام في دولتين هم النمسا وتركيا اعتبارا من اخر فبراير حتى 12 مارس. هيتم تقسيم المشاركين 40 و40، مجموعه تسافر النمسا ومجموعه تسافر تركيا ان شاء الله. بالاضافه كما تعرف حضرتك انه فريق الغطس موجود الان في هولندا وتغيب رئيس فريق التنديل عن الاجتماع بسبب انه رئيس البعثه في امستردام. اخيرا تم تكليف عدد من المدربين لذوي الاحتياجات الخاصه في مقر النادي في الجزيره اسوه بما حدث في مدينه نصر والشيخ زايد. حضرتك تعلم انه النادي الاهلي ومجلس ادارته الحقيقه حريص جدا على توفير الاحتكاك اللازم لذوي الاحتياجات الخاصه ومعاملتهم الحقيقه شانهم شان الممارسين الطبيعيين، يعني انطلاقا من اهميه اصحاب الذمم وذوي القدرات الخاصه اللي هم طاقه الحقيقه معطله. مجلس الاداره والنادي الاهلي حريص ان هو يحولهم الى طاقه منتجه والاستفاده منهم كابناء للنادي الاهلي وابناء لمصر الكبيره بشكل عام. الجلسه زي ما قلت لحضرتك ستبقى مفتوحه ان شاء الله لاستكمالها في وقت محدد لاحقا. تمام. اي قرارات اخرى سيتم اتخاذها خلال الجلسه المفتوحه؟ يعني هل سيتم اتخاذ قرارات خلال هذه الفتره ولا هنستنى لغايه يوم الجلسه الاجتماع الاخر؟ ما يتعلق بشؤون النادي تعرف انه المكتب التنفيذي بيرفع توصيات لمجلس الاداره وبياخد القرارات طبعا من كابتن الكابتن. اما ما يتعلق بشؤون كره القدم ففي تفويض من مجلس الاداره لكابتن محمود الخطيب باداره هذا الملف، فاذا كان في قرارات تتعلق بكره القدم كابتن محمود طبعا مفوض باتخاذها وبفحصها ثم عرضها على مجلس الاداره للاعتماد فقط يعني. لكن في كل الاحوال مجلس الاداره الجلسه في يعني مجلس بحد ذاته دائم ودايما على تواصل الحقيقه بوسائل الاجتماعات المختلفه التكنولوجيا الحديثه طبعا كما تعلم، فاي قرار يرى النادي الاهلي انه بحاجه الى صدور قبل اجتماع مجلس الاداره بيتخذ المجلس على الفور بالتشاور المستمر بين اعضاء المجلس يعني. لكن معظم القرارات بتطلع لما بيكون في جلسه زي ما حضرتك تعلم. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ شريف على
قرارات مجلس إدارة الأهلي أو على التأكيد على بعض قرارات من مجلس إدارة النادي الأهلي. أولا التأكيد على ضرورة إحياء ذكرى شهدائنا يوم 1 فبراير بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري اللي موجود فتح باب النادي لكل أسر الشهداء اليوم ده، وسيتم تسليم كل أسر الشهداء تيشرت لأهليهم، تيشرت من الطقم الجديد للنادي الأهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أيضا لجنة شؤون العضوية، وخلاص سيتم بكرة إن شاء الله هيبقى آخر يوم في 350 ألف جنيه اللي هتدفع للعضوية بشكل عام، ثم بعد كده ابتداء من بعد بكرة إن شاء الله عضوية النادي الأهلي العام ب 500 ألف جنيه، التجمع الخامس ب 200 ألف جنيه، الشيخ زايد ب 175 ألف جنيه. أستاذ خالد مرتجي سيكون رئيسا لبعثة النادي الأهلي في تنزانيا يوم 12 فبراير، سفر فريق 2006 لدبي، والأستاذة رانيا علواني ستكون رئيسا لهذه البعثة، سفر فريق 2006 لكرة القدم، وسفر 80 لاعب للكاراتيه، 40 للنمسا و40 لتركيا للعب إحدى البطولات هناك. أيضا سيتم تعيين بعض المدربين لذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذه الفترة في فرع النادي في الجزيرة، كما هو موجود في فرع مدينة نصر وفي فرع الشيخ زايد. وستظل الجلسة مفتوحة زي ما حضراتكم سمعتوا من الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. إذن هي دي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، معظمها قرارات إدارية تخص النواحي الإدارية ومين هيسافر ومين هيجي وأمور العضوية وكل هذه الأمور. وبالتالي الأيام القادمة زي ما حضراتكم عارفين برضو أن الكابتن الخطيب هو المشرف على الكرة، وبالتالي هو اللي بياخد كل القرارات الخاصة بفريق كرة القدم. يعني دي كانت أهم القرارات اللي كان اتكلم فيها معانا الأستاذ شريف فؤاد. طيب وفي يا جماعة وفي ايه؟ هي الناس مرعوبة ليه؟ هي هو للدرجة دي النادي الأهلي تاعب الناس كلها ومخوف الناس كلها للدرجة دي؟ حاجة غريبة جدا. النادي الأهلي الشهر اللي احنا فيه ده هيلعب 8 مباريات، أنا حافظهم، 8 مباريات، يوم 2 يوم 5 يوم 8 يوم 12 يوم 16 يوم 20 يوم 25 يوم 28، 8 مباريات هذا الشهر فقط، 8 مباريات، بيبقى فيهم بقى من سفر لتنزانيا ورجوع من تنزانيا، سفر اسكندرية ورجوع من اسكندرية والكلام ده كله، وعندك كم كبير جدا من الاصابات. هو في ايه؟ مالكم؟ هو انتوا مالكم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ وبعدين حاجه غريبه جدا برضو، اول السنه كنت بشتغل في قناه تانية، فجبت الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين كان معايا على التليفون، قال لي انا طالبت مجلس اداره اتحاد كره القدم ان يبقى في الدوري من مجموعتين، لان السنه دي سنه استثنائيه فيها امور استثنائيه كثيره جدا جدا جدا. وسالنا ال 18 نادي، قال لك لا احنا عندنا استعداد ان احنا نتحمل ما سيحدث هذا الموسم، بس نلعب الدوري من دور واحد، او يعني الدوري من مجموعه واحده. هو في ايه؟ مالكوا كده سخنين وفي ايه؟ الراجل بنفسه قال لكم في اول السنه، الحاج عامر حسين قال لكم في اول السنه العبوا الدوري على مجموعتين، كل الناس رفضت. هو في ايه دلوقتي؟ الناس دلوقتي مالها؟ اتجنت فجأة ليه؟ ايه اللي حصل؟ انتوا في ايه؟ مرعوبين ليه وخايفين ليه ليه كل الكلام ده كله؟ وبالمناسبة يعني احنا لو لعبنا نادي الاهلي لو لعب بفريق الناشئين تفرقش معاه، اتعملت قبل كده وحصلت قبل كده وكسبنا، التاريخ موجود. هو انا ما بقولش يا جماعه، الواحد لما بيطلع يتكلم ما بيطلعش يقول اي كلام واي كلام بيتقال. احنا لو الفريق كله مصاب، ما عندناش اي مشكله، ما حدش بيتهز جوه النادي الاهلي، ما حدش بيتهز. عارفين ليه؟ عشان احنا اسمنا النادي الاهلي، عشان ده اسمه النادي الأهلي.
عمال يخلي الناس كلها تلف حوالين بعض، ده يروح من هنا وده يجي من هنا وده يطلع من جيبه وده يتكلم مش عارف فين وده يقول ايه، هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ ما هو الراجل جه اول السنه وقال لكم العبوا العبوا مجموعتين، انتوا اللي قلتوا لا، كل الناس قالت لا، بما فيهم النادي الاهلي بالمناسبه. كل عشان كده خدوا بالكم، النادي الاهلي ما بيطلعش يتكلم، النادي الاهلي ما بيطلعش يتكلم، ما بيطلعش يعترض، ما بيطلعش يقول لا انا ازاي هلعب 8 ماتشات في شهر واحد فيهم سفر تنزانيا وسفر اسكندريه وسفر مش عارف فين ورجوع منين، كل ده غير طبعا مجهود المباريات. ده الواحد لما بينزل مشوار المهندسين ويرجع بيبقى تعبان واصابات وكذا وكذا، لكن ما فيش مشكله لان الناس التزمت بكلمه من بقها، الناس التزمت بكلمه ان احنا عايزين نلعب كذا وكذا وكذا، عايزين نلعب الدوري مجموعه واحده، وبالتالي ما عندناش اي مشكله، هنتحمل ما يحدث. 8 مباريات في شهر واحد. وبعدين انا بس برضو عايز اسال سؤال، هو النادي الاهلي هو اللي بيدير المسابقه؟ النادي الاهلي ملوش علاقه، عشان بس تفهموا، النادي الاهلي ملوش علاقه، اللي ليه علاقه وبيدير المسابقه اتحاد الكوره. وبمناسبه اتحاد الكوره، لما الواحد يبقى قاعد في بيته، انا كأب مثلا ولقيت حد من ولادي او انا رئيس عمل رئيس شركه مثلا ولقيت حد في شركتي بيتهان بمعنى كلمه اهانه وما ردتش، او لو ما اتكلمتش وقلت لماذا هذه الاهانه ورد هذه الاهانه بكل قوه، يبقى ما استاهلش ان انا ابقى موجود كرئيس للشركه، يبقى ما استاهلش ان انا ابقى موجود. والكلام ده انا بوجهه لاتحاد كره القدم. اتحاد كره القدم تم اهانه احد العاملين في اتحاد كره القدم، وانا يعني انا مش مصدق، والله العظيم ثلاثة انا ما مصدق، يعني الحاج عامر عنده ضغوطات والجدول زحمه جدا جدا وبطولات كتير. هو انتوا بتعاقبوا النادي الاهلي ان هو لعب البطوله الافريقيه ووصل لنهائي افريقيا وفرق تانية خرجت من البطولات التانية بدري بدري؟ الفرق اللي خرجت بدري بدري مريحه، لكن انت الناس بتعاقب النادي الاهلي علشان لعب بطوله نهائي البطوله الافريقيه؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو النادي الاهلي ده بيلعب باسم بلد تانية؟ النادي الاهلي بيلعب باسم مصر؟ هو النادي الاهلي ليه لعب في البطوله العربيه؟ على الرغم من ان كان هناك يعني شبه اعتراض على لعب البطوله العربيه حفاظا على اسم البلد، عشان طلب من النادي الاهلي ان هو يلعب في البطوله العربيه من الاتحاد العربي يعني، وبالتالي النادي الاهلي له قيمه اجتماعيه وقيمه وطنيه، وبالتالي فضل ان هو يلعب في البطوله العربيه ويلعب باسم مصر على سلامة معظم لعيبته. وبعدين برضو حاجة غريبة جدا، هو لماذا لم يتم تحديد بقية المباريات المؤجلة في الدوري العام؟ برضو سؤال غريب جدا وبنحطه أمام حضراتكم، لماذا لم يتم تحديد المباريات المؤجلة في الدوري العام؟ احنا بنسأل، بنحاول نسأل عشان نعرف هي الناس في ايه؟ الناس مالها؟ هو انتوا مرعوبين ليه؟ احنا على فكره احنا ما بنتكلمش في كل الحاجات دي خالص الا عشان احنا عايزين الفرقه تركز في اللي هي فيه. الفريق كره القدم يركز في اللي هو فيه. عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا بطوله افريقيه وعندنا 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 عندنا حاجات كتيره جدا. وبعدين الله، هو مش الاهلي لعب ماتش في الدور الثاني؟ هو انتوا افتكرتوا دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ افتكرتوا ان النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي لعب مع وادي دجله في بدايه الدور الثاني. دلوقتي مش عايزين، محدش، الناس مش عايزه تلعب؟ انتوا حرين، اللي مش عايز يلعب ما يلعبش. وبعدين بيني وبينكم برضو، ما هو في جدول نزل بشكل رسمي لغايه يوم 28 فبراير. بشكل رسمي. نادي الاهلي جاله جواب انت هتلعب يوم 2 و8 و10 والكلام اللي انا قلته لحضراتكم ده. خلاص ده بشكل رسمي. فانا مش فاهم الحقيقه
ايه حاله الرعب اللي موجوده وحاله الخوف اللي موجوده؟ كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل الناس دلوقتي عايزه تقف قدام النادي الاهلي، كل الناس عايزه تموت النادي الاهلي، وده مش هيحصل، عمره ما هيحصل. خدوا اسمعوا بس كلامي، عمر ده ما هيحصل ابدا ابدا ابدا. عارفين ليه؟ لان ده اسمه النادي الاهلي، عنده 70 80 مليون واحد بيشجعوه، وبجد بقى مش اي كلام، بجد مش اي كلام، مش مجرد كلمتين بنقولهم، ده في مصر بس غير اللي بره مصر. والدليل اعلان شركه وي اللي عامل، يعني مش عارف اقول عامل ايه بصراحه. يعني الاعلان ده يعني تعب ناس كتيره قوي قوي. فيا جماعه من فضلكم اهدوا كده، والنادي الاهلي ملتزم بكل القرارات اللي موجوده وهيعمل كل القرارات اللي جات له، ما عندوش اي مشكله مع اي حد. هو انتوا يعني بتفكروا كده ان انتوا تستغلوا مثلا حاله الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي؟ ما عند... والله ما عندنا مشكله، والله لو هنلعب بالناشئين ما عندنا مشكله. طبعا ده وجهه نظري، مش وجهه نظر حد، دي وجهه نظر انا الشخصيه. ما عندناش اي مشكله، وحصلت قبل كده ولو هتحصل 100 مره تاني مفيش مشكله. فهدوا كده، ويعني حاله الرعب اللي مسيطره. انا بصراحه ما كنتش اعرف ان النادي الاهلي، يعني دايما طول عمري عارف ان النادي الاهلي ده نادي كبير وهو الاكبر في مصر وهو كذا وهو كذا، ولكن الناس مرعوبه من 3 4 صفقات، مرعوبين مش كده يا جماعه؟ اطلعوا واعملوا واتكلموا وهاتوا كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا، وفي النهايه زي ما قلت لكم ان النادي الاهلي دايما بيحب المنافسه، زي ما قلت لكم امبارح النادي الاهلي دايما بيحب المنافسه، ولكن ان تكون المنافسه شريفه وعادله، شريفه وعادله، مش حد ده بيتضامن مع ده وده بيدفع فلوس من هنا وده بيعمل من مش عارف ايه من هنا، عشان كل ده ليه يعني؟ عشان تقعوا النادي الاهلي؟ مش هيحصل. النادي الاهلي وراه 70 80 مليون واحد، 70 80 مليون مشجع. سيبك بقى من مجلس الاداره وسيبك من الموجودين كلهم واللعيبه وكل الكلام ده، لا، 70 80 مليون واحد بيشجعوا اسم النادي الاهلي. لو كانوا اللي بيلعبوا مش 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 ناس مصابه، لا، لو كانوا بيلعبوا دول عيال صغيرين هيشجعوه برضه. فمش هتعرفوا تعملوا حاجه. اهم حاجه بس عايز اكد عليها، من يقبل الاهانات عليه ان يستقيل. من يقبل الاهانات اللي حصلت دي لازم يسيب الكرسي بتاعه. اتمنى ان يكون هناك رد قريب على ما حدث من اهانات. ده وجهه نظري بالمناسبه، دي مش يعني، ده انا والواحد هو قاعد بيفكر كده شاف ان ايه يا جماعه ده؟ هو انتم ما حدش بيرد ليه؟ ما حدش بيرد ليه؟ مش عارف. طيب يعني ده كلام مهم جدا، هنتكلم بقى، هنرجع نتكلم في الكوره وهنتكلم في الدوري وهنتكلم في افريقيا وهنتكلم في كل هذه الامور. والنهارده ان شاء الله عندي بعد قليل 3 من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، كابتن عادل طعيمه والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن احمد بلال هيكونوا معايا بعد قليل. هنتكلم على مباريات الدوري العام اللي اتلعبت النهارده، هنتكلم على هل بتروجيت خلاص بعد كمان قرار او استقاله مؤمن سليمان من الاداره الفنيه لبتروجيت، هل النهارده المقاولين وامبي كانت مباراه حلوه؟ هنتكلم عن حاجات كتيره جدا تخص مباراه الدوري، وهنتكلم ايضا عن فريق سيمبا التنزاني ومباراته امام النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم هنا في القاهره في استاد برج العرب. ما تنسوش، لكل جمهور النادي الاهلي ما تنسوش، الاهلي في اشد احتياج لجمهوره، الاهلي في اشد احتياج لجمهوره. يوم السبت يجب ان يكون هناك. كابتن الخطيب النهارده طلب بزياده اعداد الجماهير ل 20,000، عارفين ليه؟ ثقه في حضراتكم ان ال 20,000 هيكونوا متواجدين في الملعب، وال 20,000 هيشجعوا فريق النادي الاهلي بس، هيشجعوا فريق النادي الاهلي بس، مش هيعملوا حاجه ثانيه.
هيشجعوا هيزلزلوا الملعب عشان يقولوا للعيبة دي احنا واقفين في ظهركم. المشوار طويل والدنيا ساقعه والماتش بالليل وكل حاجه، ولكن انا متاكد ان حضراتكم هتبقوا موجودين. عشان كده مجلس الاداره طلب زياده اعداد الجمهور ل 20,000 متفرج النهارده. نتمنى ان يتم الموافقه على موافقه الامن طبعا على زياده الجمهور، لان انا متاكد ان حضراتكم هتبقوا موجودين، لان النادي الاهلي يحتاج الى ال 70 80 مليون اللي وراه خلال هذه الايام. خلينا نطلع نشوف هذا الكليب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم. النجم الكبير كابتن عادل تعيم. ازيك كابتن؟ كابتن استاذ تشرف ومنور. الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كابتن شريف عبد المنعم بقى كويس الحمد لله. لسه والله. لسه والله. ما جبتش تونه ليه النهارده؟ ما فيش حاجات دي، انت وحظك يوم السبت. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ الله يخليك. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كابتن عادل خلينا نبدا بالمباريات اللي اتلعبت النهارده. مباراه بتروجيت و المصري. بتروجيت والمصري. مصري وبتروجيت، وانتهت بفوز النادي المصري بهدف مقابل لا شيء. ايه راي حضرتك في هذه المباراه؟ وفوز النادي المصري طبعا بهدف مقابل لا شيء. هو بس استفزني استقالت مؤمن. استفزني الكلام اللي حصل النهارده. المقدمه بتاعتك، ودايما الردود بتاعتنا الناس كلها وجمهور النادي الاهلي سواء الصغيرين او الكبار عارفين. الاجيال اللي طالعه الصغيره لازم تبقى عارفه قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي وطني نشا مش عشان كوره، نشا علشان في انجليز وفي مصريين يبقى ليهم نادي ما يخشهوش الانجليز. فنادي وطنيه بمعنى الكلام. يخش بقى في الكوره 40 دوري 40 دوري المنافس 12. عارف في حته ثانيه. سيبك من كده. عارف يا كابتن انت لو دخلت في الاحصائيات دي هنفضل قد ايه؟ كتير اصلها لازم يعني ما هو بس كده يعني. الكاس 36 26 ماشي. كاس السوبر 9 و3 يعني. الاجيال لازم تبقى عارفه الاحصائيات ديت، ودايما نذكر الناس بيها علشان اللي بيطلع يتكلم هو لسه اصلا ما خدش دوري. اول بطوله اتلعبت سنه 1917 كانت معموله وكان فيها فرق انجليزي. كاس سلطان حسين؟ فرق انجليزي كانت مشتركه. وهم اللي خدوها، والنادي الاهلي رفض ان هو يشترك فيها. فعلا. قال لك انا ما بشتركش في بطولات في انجليزي. كابتن ناس عندي عامله حاله احتلال بالنسبه لي، ودي كانت اول بدايات النادي الاهلي في 1917 ان هو من زمان قوي وهو عنده كلمته بياخد قراره وبهذا الشكل الوطني. عشان كده حتى الشكل لما جه يتسمى النادي الاهلي كانت الجامعات الاهليه هي اللي كان الراجل اللي كان ماسك الموضوع كان هو المسؤول عن الجامعات الاهليه، وسمى ان بعد الحركه اللي حصلت دي ان الاهلي هو الاهلي الوطني اللي نقدر فيش احسن من الاسم ده. انا دايما كنت بسمع كابتن ان كابتن الله يرحمه العظيم صالح سليم الاسطوره في مباراه حصل فيها مشاكل وبتاع قام لعب بالناشئين. طبعا. ممكن يعني ممكن يحكوا لنا شويه. أنا شهيره دي. يعني انا كنت احد الناشئين المتمردين. المتمردين. كان في كابتن جوهري الله يرحمه كان عنده وجهه نظر معينه مع مجلس الاداره، فكان الفريق منقسم لاثنين، فرقه بتلعب اعتقد في الجزائر كمنتخب، وكان الكباتن بتوعنا كلهم موجودين في المنتخب ساعتها. وانا كنت في مصر انا وخالد جدله ومدحت رمضان وباقي اللعيبه. لعبنا بالناشئين المهم يعني. المهم يعني احنا حصل ان احنا رحنا قعدنا في اوتيل واتمرنا بره وحصل الكلام، وبعدين رجع الكابتن جاري مسك وكابتن صالح عمل ايقاف لكل اللاعبين اللي هي خرجت ورجعت تاني، وقال انا هلعب الماتش بتاع الاهلي والزمالك ده. الاهلي والزمالك. بالناشئين واستقدم كابتن شوبير بس على مع الفرقه. وكان الفرقه الثانيه فاروق جعفر ولاعيبه كبيره جدا موجوده طبعا. اعتقد في الاسماء، ولكن ولادنا وعشان لا يصح الا الصحيح. كانت بطوله كاس على ما اتذكر صح؟ لا يصح الا الصحيح. كسبنا 3-2 وكانت مباراه عالميه بالنسبه لنا وبترسخ قواعد كتير جدا. انك انت بتكتسب اولاد جداد وبتكتسب القيم والمبادئ اللي انت بتتكلم طبعا. لان انا ليه بقول الكلام ده وعايز بسال حضرتك في الكلام ده؟ لانه هي ناس بتتخيل ان عندنا مجرد عندنا بعض الاصابات طبعا لا احد يستطيع ان ينكر ذلك. عندنا بعض من التعب والاجهاد ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك، ولكن لو جبنا شباب صغير مش هنقول العيال الصغيرين خالص، الولاد الصغيرين خالص البراعم هيبقى صعب. البراعم هيبقى صعب بصراحه يعني، خلينا نبقى واقعيين شويه. ولكن
حتى الناشئين بتوعنا عندهم الروح مختلفه، عندهم متربيين عليها الحميه اللي جواهم دي مختلفه عن كل الناس. عشان كده انا بس بذكر الناس وحضراتكم طبعا كنتوا يعني افضل مني في هذه التذكره، ان انتوا تفكروا الناس ان المباراه دي اتلعبت وكسبنا 3-2 والنادي الاهلي في ذلك الوقت عمل خد قرار، رئيس النادي خد قرار ان شويه ناشئين هيلعبوا، شويه الناشئين اللي اتقال ساعتها ان هم كانوا شويه ناشئين لعبوا وكسبوا فريق من عظماء نادي الزمالك. دي كانت اعتقد كابتن عادل كنت موجود ايامها انت في والله شوف عشان التاريخ يعني كان كابتن صالح في لندن، كابتن حسن كان عضو مجلس اداره. ايوه كابتن حسن خد وظيفه مدير الكوره، وكالعاده كان النادي الاهلي دايما بيبعتنا فتره الاعداد في اوروبا، كنا راجعين من المانيا لاعبين 11 مباراه معظمهم مكسب، وبعدين لما خدوا القرار وانتم بتتكلموا عنه الماتش، لما خدوا القرار بانه كابتن حسن مع كابتن صالح، كابتن حسن خد وظيفه المدير كوره علشان لو هناك عقوبات او في اي مواقف او في قرارات اداريه بياخدها. كابتن حسن حمدي طلبني وقعدت معاه، فقال احنا عايزين نلعب بالولاد الصغيرين، قلت له الولاد دول هيكسبوا اي فرقه في مصر باذن الله تعالى، لان الولاد دول جايين بعد فتره اعداد قويه جدا ولاعبين 11 مباراه، والحمد لله الولاد كانوا على قدر المسؤوليه. والوحيد اللي يمكن ما لعبش المباراه دي كان ابراهيم حسن. ابراهيم في المانيا بقه اتكسر، بص كان في كوارشي كمان وفاروق جعفر، كان فرقه جامده، الفرقه كان فول تيم، وطبعا كان الاستاد فيه 120,000. فطبعا قبل كده برضو كان في ريع والسايس وعلو مطر، برضو كابتن عبد الصالح كان برضو لعب بثلاث اشبال وكسبوا الزمالك في ملعب الزمالك 3-0. فالعمليه دي برضو يعني النادي الاهلي ان شاء الله غني بنجومه باولاده. طبعا احنا عايزين نلعب كل المنافسين واحنا في احسن حال لينا، انت فول تيم طبعا يعني أكيد. احنا فول تيم يا بلال يعني احنا طبعا ما عندناش، ولكن في نفس الوقت احنا ما عندناش يعني الموضوع بالنسبه لنا امور اخرى يعني. بص البطل دايما ما بيشتكيش، ماشي، ده من عاده الفرق الابطال يعني، دايما البطل ما بيشتكيش من حاجه، هو عارف ان في صعوبات بتواجهه. بص عشان توصل للقمه اكيد بتمر على صعوبات كتيره جدا يعني. وده وضع طبيعي لكل الناس الابطال. الفرق الثانيه اللي بتحاول بس ان هي تبقى يبقى ليها وجود وتواجد، تمام، او ليها اسم يردد داخل مثلا الدوريات او داخل المحافل الكبيره يعني، ده كل حاجه بتشتكي منها، تشتكي ممكن من سوء ارضيه الملعب، تشتكي مثلا من سوء التنظيم، تشتكي من الاصابات، من الايجاد، من حاجات كثيره جدا. ولكن البطل هو عارف ان هو عشان يصل للقمه ويحصد البطولات لابد انه هيمر بحاجات كثيره جدا. نعم. تمام، طلب مننا احنا نلعب 3 مباريات في الشهر، صح مظبوط. انت دي خد بالك، دي كارثيه يعني. بص دي كارثيه يعني كلنا عشان كل حضراتكم كنتوا لعيبه كبار وعارفين يعني ايه 8 ماتشات في شهر. انت عايز فرقتين بيلعبوا، انت عايز محتاج 22 لعيب في الملعب. مزبوط. غير التغييرات الثانيه، 22 لعيب عشان تلعب 2 و5 تتكلم مثلا هتلعب سبت حد 2 وتلعب 3 4 5 وتلعب جمعه. انا حافظها سبت، ما هو سبت حد 2 وتلعب 3 4 و5 تلعب جمعه هكذا، فانت محتاج فرقتين يلعبوا مش فرقه واحده. حته التدوير دي اللي هيعملها المدير الفني طبعا كان الله بالعون، لان دي صعبه جدا جدا على اي مدير فني. ان هو النهارده هيلعب النهارده يوم السبت يوم الاثنين وبيفكر في الجمعه والاثنين اللي بعديه كمان، صعبه جدا على اي مدير فني ان هو يعني وعايز لعيبه سليمه كابتن ولعيبه جاهزه يقدر يدور فيهم. طب انت هل النهارده بعد ما تلعب سبت واثنين هتبقى اللعيبه اللي لعبت دي فت تقدر تكمل؟ هل اللعيبه دي مش مجهده؟ هل اللعيبه دي مش ممكن تتعرض للاصابه؟ وضع طبيعي. فانت النهارده محتاج لا ده بسبب ايه؟ عارف بسبب ايه؟ ان النادي الاهلي الناس بتعاقب النادي الاهلي ان هو وصل نهائي افريقيا وبقيه الفرق ما خدتش حاجه. ما خرج، انا عايز اعرف كانوا هيعملوا ايه لو احنا كملنا في البطوله العربيه والنادي الزمالك كمل في البطوله العربيه. لا لكن التصرف بقى كان هيحصل ايه دلوقتي؟ لما احنا على فكره هنخش على شهر 8 اللي جاي. القصه في ان انا مش هطلب ولا اعمل، انت حر اطلب اللي انت عايزه. ما احنا النادي الاهلي ياما طلب قبل كده ان الفرق تلعب، بس طلبها الاسلوب اللي بيتم المنطق نفسه، الاسلوب نفسه. لكن انت مطلوب منك ان انت تلعب 8 مباريات في اسبوع، او انا اسف في 28 يوم، 8 مباريات في اسبوع دي صعبه قوي. ازاي؟ انا 8 مباريات في 28 يوم يعني. طب ما انا مطلوب مني يعني بلال دلوقتي جه قال لي يا اسلام انت هتطلع كل يوم هنا. طب خلاص ما انا هطلع، انا حاضر، ما انا باجي كل يوم وهطلع كل يوم، ما عنديش اختلاف بالظبط. المدير
رئيس لجنه المسابقات قال يا جماعه الاهلي عشان لعب في البطوله الافريقيه وكذا وكذا ماتشاته فهيلعب 8 مباريات. النادي الاهلي قال اوكي على فكره. هم احنا ما اعترضناش على فكره زي ما بيقول. انا اعترض انا ليا كلمه واحده بس هو بس زي ما بيقول بلال مش لازم نشتكي لان انت عندك في كل مركز في نجوم كبار قوي. انت عندك وليد سليمان وعندك الشيخ وعندك رمضان صبحي وعندك جريدو وعندك سلام. دول سلام احمد الشيخ هيخش فتره. مفيش ولا حضرتك من اللي قلتهم دول سلام ولا انا غلط؟ هيخش والكابتن ارسنال جايين لسه جايين لسه يعني هيفضلوا عيانين هيفضلوا عيانين طول السنه. حتى رمضان صبحي وقع مننا وجاله اجهاد. صحيح هم بيلعبوا على كده. عنده اجهاد مش مصاب يا كابتن. عنده اجهاد مش مصاب. رمضان التقرير الطبي ان الراجل عنده اجهاد. حتى ياسر برضو قالوا ان العضله كانت فيها كرام بدايات انما ما فيش مزق ولا في حاجه كبيره ممكن تعطله. في سعد سمير في داخل لك رامي في داخل لك صالح جمعه في عندك صانع لعب في ناصر ماهر في وليد سليمان في عندنا المراكز عندنا في خط في الباك يمين عندنا هاني عندنا كريم عندنا حمدي فتحي داخل يعني في كل مركز هتبقى محتاجه ولادنا مع الجهاز الفني ودي حاجه هتبقى طبيعيه ان ال 25 راجل عارفين انه الشهر ده لازم هيمر من غير ما في بونت يطلع من النادي الاهلي. ليه؟ التكاتف. عارف ان انا النهارده هبقى واقف على طراطيف صوابعي ان انا الاثنين الديفندر عمرو السوليه مع كريم، عمرو السوليه مع حسام عاشور، حسام عاشور مع هشام محمد، ايا كان حمدي فتحي، اي حد هيلعب في الحته دي لازم يبقى عارف نفسه مجهز نفسه ان الماتش اللي جاي انت هتلعب الماتش اللي جاي، يبقى بحس ان انا العب ماتش وماتش. ما دي لازم فرقتين يا كابتن. انا فرقتين عايز تلعب بفرقتين. انا كابتن شريف انا التجربه دي انا اسف ان انا هتكلم عن نفسي. انا في سنه من السنوات سنه 93 النادي خد قرار يسرح فريق 21 سنه فبلعب بطوله 21 سنه وبطوله الجمهوريه 19 سنه. كنت بلعب حد ثلاث خميس. في حد ممكن يلعب كده؟ في 17 ولد 17 لاعب. فبلعب بطوله منطقه القاهره 17 يوم الثلاث وبطوله الجمهوريه حد وخميس ومعكش بقى جهاز احمال ولا معاك حاجه. والولاد رجاله اللي هم فعلا متربيين من الجدر في النادي الاهلي. فانت لو عندك 25 كلهم على كفاءه واحده ايه الفرق بين ده؟ بالعكس انت عندك الناس المصابه اللي هتخش. يعني وليد سليمان لما يخش يفرق ولا ما يفرقش في الشهر ده؟ في الشهر ده هيخش ان شاء الله يا كابتن. دول المتعورين اللي هيجي بعد خمس اسابيع واللي هيجي بعد اربع اسابيع واللي هيجي بجد. وبعدين انا بس انا متفق معاك في النيرف ومتفق معاك على الماتشين مقصه ووادي دجله اللي احنا عملناهم الشوط الاول في وادي دجله وماتش المقصه بشكل اللعيبه اللي انت بتتكلم الكلام اللي بتقوله ده هو اللعيبه اثبتوا اللي انت بتقوله ده. اللعيبه خدوا على عاتقهم اللي هم الاداء الرجولي في الملعب والتحركات. وكان ابرز العناوين كلها بالنسبه لي انا عمرو سليه تحرر من مكانه وحمدي فتحي بيظبط له الحته اللي هو كان قلقان منها وبيروح لغايه ال 18 وبيجيب اجوال وبيساعد وبيعمل سرول اجايل اللي جاي. اللعيبه دي كلها جايه من اصابات احنا بيصطادونا. بس انا هقول لك على حاجه. النادي الاهلي عمل البيز بتاعه من زمان قوي. كل ما يجي علينا مجلس اداره او يجي علينا مدربين او يجي علينا لعيبه احنا البيز موجود ثلاث ورقات. احنا مين وبنتصرف ازاي وبنشتغل على ايه. الباقيين بقى كلهم لما بيبقوا في نعمه فجاه كده ويكسبوا لهم ثلاث اربع ماتشات الدنيا تتلخبط عندهم ويخافوا زي ما اسلام قال. الدنيا تترعب. أنا الدنيا تترعش. الموضوع بالنسبه لي انت مصطادينك وانت يا عيني مش عارف مش عارف انت مستشفى والله مش يا كابتن. ده انا رمضان صبحي بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني برنتين فاكر لما قلت لك عليهم انا دول. معلش رمضان صبحي مواليد 97 بالمناسبه يعني صغير مواليد 97 وناصر ماهر ما ده اللي يرعب. ما هو ده اللي يرعب الناس الثانيه لما تلاقي انت كام صفقه زي اللي قلنا عليهم قبل ما نخش احنا. انت بتشتغل وبتشتغل شغلك اللي انت بتشتغل عليه من ايامك يا كابتن. انت كنت ماسك لي الناشئين وانا بشتغل معاك. انا كنت بلعب 18 سنه 21 سنه ودرجه اولى لو تفتكر. كنا احنا ثلاث اربع لعيبه كده يا اسلام. عندنا الحظ الوافر ان احنا نقتحم الفرق الاخرى ونساعد. كان كابتن جوهري اللي ماسك فرقه 21 سنه. كابتن عوضين كان ماسك كابتن سمير ابو سعود كان ماسك 18 سنه. هديكوتي وفاتش عمام ماسكين وعزت طب الروح. هي الفكره يعني احنا كنا بنلعب ثلاث ماتشات في الاسبوع احنا برضو ايامها غير الايام دي كمان. الدنيا اتغيرت كلها. بس احنا عندنا البيز الاساس
الاساس بتاعك لا يقلق اي حد غير الاخرين. عشان كده انا بقول، عشان كده انا يقلق الدنيا كلها. بص يا كابتن، يقول لك دول لو اتلموا ورجعوا خلاص مش هتعرف تجيبهم تاني. وما اعرفش حضراتكم معايا ولا لا في هذا الموضوع، ان يعني اصل رمضان يعني هو الابرز خلال هذه الفتره من الناحيه الهجوميه وكده، يقول لك اتصاب نصطادهم وهم اتصاب. انا بقول لك انا قصدي كده بس كابتن. انا بقول لك هم بيفكروا ازاي، بايد الكلام ده، لكن ما يعرفوش. ما انا لو انا يا والله بس موضوع القرار مش يعني الموضوع ابسط مما نتخيل. النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت البيز بتاعه موجود والاساس بتاعه موجود كلنا. بالتالي رمضان زي بلال زي اسلام زي كابتن عادل زي كابتن شريف زي محمد زي حسين زي اي حد هيلعب، صدقوني هي بس الظروف اللي بتخلي الواحد يقول هذا الكلام. انا ما بحبش اتكلم دايما، انا ما بحبش اتكلم في هذا الموضوع. لكن وعلى فكره بالمناسبه يا جماعه، من اي حد في ال 18 فريق في الدوري من حقه ان هو يطلب، ومن حقه ان هو يطالب. بس مش صدى صوت يعني تطلع انت تتكلم عن نفسك، مش لما تلاقي حد تاني بيتكلم غيرك ابص ليك صدى صوت ليه؟ كل ما واحد يطلع قرار ابص ليك انت بتقحم نفسك جنبه. لا هي برضو انتوا بقيتوا واحده واحده ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا والقصه كلها زي ما انا بقول لحضرتك كده، من حق كل واحد يطلب، ولكن اطلب يعني مش كده. لا اطلب حقك، اطلب حقك. ما تطلبش حق غيرك. يعني الفكره كلها ان الناس بتطلب حق غيرك، تمام، وبتشتغل عليك انت. انت بص يا اسلام، انت تارجت بالنسبه لكل الانديه، ماشي؟ النادي الاهلي وتارجت بالنسبه للانديه، وزي ما قلت قبل كده دايما الفرقه اللي بتقلق الناس هي دي الفرقه اللي دايما بتلعب على كل البطولات. الفرقه اللي بتلعب على كل البطولات هي الفرقه التارجت لكل الانديه. كل الانديه عشان توصل زي ما انت وصلت او تاخد منك بطوله لازم توقعك، عايزه توقعك نفسيا، توقعك بدنيا، حاجات كتيره جدا. ده وضع طبيعي، خد بالك، وضع طبيعي. 20 سنه ورجعنا نرجع احنا الابطال واحنا وضع طبيعي. كل حاجه وضع طبيعي، خد بالك، وضع طبيعي. فده وضع طبيعي، لكن احنا دايما حريصين ان احنا نقول للناس يا جماعه يعني، والجمهور يوم السبت ده صدقوني هيشجع حاجه واحده بس، هيشجع اسم النادي الاهلي ومجموعه اللعيبه اللي متواجده في المباراه. وخدوا بالكم الجمهور هو الاساس في كل حاجه احنا بنعملها وفي كل حاجه احنا بنتكلم فيها. اللي عايز ياخد بطوله يا كابتن، انا اسف قبل ما تروح له، يبص لنفسه بس. اللي عايز ياخد بطوله يا كابتن، ركز في نفسك بس، ماتشاتك بس، في ولادك بس، في حالتك انت بس. ربنا مديلك لعيبه ومديك كلها، استغل نفسك بس، ما تشوشرش حتى على لعيبتك، ما تشوشرش في اعلامك، ما تشوشرش على اي حاجه. وبقابلني يعني، فاهم ازاي؟ الطريقه اللي بيعملوها دي هي اكبر قاسم للشعير بالنسبه لهم. هم مش واخدين بالهم. انا احنا ساكتين، احنا عندنا البيض اللي احنا بنشتغل عليه. في نقطه مهمه كمان، تعطيل تنفيذ الفار، ما اعرفش ايه الحكمه. كان المفروض في يناير التقنيه دي تدخل الدوري، تعطيلها ليه؟ غريبه برضه. يقول لك هتكلف، وبعدين انا هتخش في الحاجه الغريبه في كاس افريقيا. الحاجه الغريبه يا كباتن، ان انا المفروض ان انا عضو مجلس اداره وابقى رئيس لجنه حكام، ودي ما ينفعش الاثنين الوظيفتين دول يتجمعوا مع بعض. ودي طبعا رساله بنقولها للمهندس هاني. شفت الضربات الجزاء اللي بتتحسب اليومين دول؟ انت عايز تجيب فار، انت عايز ده الفار بقى الناس بتجري بره على بتاع عشان يتفرجوا على اعاده الكوره، وانت عايز تنظم الدنيا، وانت داخل على بطوله افريقيا ولازم يبقى عندك فار في البطوله، وانت مش عايز تبقى عندك احداثيات الفار وكده، وكل الدنيا كلها ماشيه ازاي، وشايفين قد ايه هي مثمره الحكايه، مش فاشله يعني. دي حاجه هتنقذ اي حد يتكلم على اي حد، ولا العالم كله مطبقها ازاي؟ ده العالم كله انت ما عندكش تقنيه يا كابتن، ما عندكش الامكانيات انك تشتغل وتعمل الكلام ده في الوقت الحالي. هي مقفوله دلوقتي يا بلال، امكانيات مقفوله، محتاجه امكانيات كبيره يا كابتن. تمام، النهارده انت بص عايز تجيب حكام في كل الماتشات، يعني ظاهره برضو لم تحدث يعني منذ عشرات السنين، ان انت عايز تجيب حكام في كل الماتشات. واحنا سمعت زمالك كمان هنجيب حكام بيراميدز، حكام اجانب. طب هتكلم حكام الاجانب. طب انت هتدي فرصه، انا ما اقصدش، طب هتدي فرصه للحكام المصريين ازاي يشتغلوا؟ مش يعني ما فيش فرصه خلاص بالنسبه لك. هتطلع برضو حكام دوليين ازاي؟ يعني النهارده لما بيراميدز عايز حكام اجانب في كل ماتشات، الزمالك عايز حكام اجانب في كل ماتشات، النادي الاهلي الوحيد اللي ما بيطالبش باي حكام اجانب في كل الماتشات، خلاص ماتش الزمالك وبيراميدز بس. فالامور صعبه جدا يا اسلام. الامور صعبه جدا، شككني وانا بلعب، وبتخليني انا الحكم يشككني على طول. لا انا برضو يعني هي انا برضو بالنسبه لي شيء محير جدا. انا عمال افكر فوق، ما احنا هنلعب يا جماعه 8 ماتشات في الشهر، طب نعمل ايه تاني؟ يعني هل المطلوب مننا ان احنا نلعب كل يوم ماتش مثلا؟ انت قلت احنا 70 80 مليون عايزين نلعب كل يومين، وجماهيرنا تتمنى ان هي تشوفني في قدامها كل يومين. انا بقى بقول حطوا لنا يعني جماهير، ادوا لنا جمهور واتفرج على وهنلعب كل يوم وهنلعب كل يوم وباقي فرقه زي ما انت قلت. ايه رايك؟
ده الكلام ده العشه والله الكلام ده هو الركب 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 ده بيخلي الركب تخبط تخبط في بعض لما ينزل يلاقي 100,000 في المدرج ده غير الناس اللي بره توفيق في نهاية الهجمه توفيق في نهاية الهجمه هتخبط لك فرقه 2 3 كده ورا بعض يا اسلام وربنا يوفقك في الماتش بتاع افريقيا اللي جاي ده واتفرج بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي مغص بقى وحاجات يعني طيب خلينا بقى نروح بس هي الصوره دي حلوه دايما نفسي اشوف الجمهور دي اشتقنا والله ساعتها بس نقدر نتكلم ساعتها بس هنقدر نتكلم بخد حد يجيبنا بقى بال طيب خلينا نروح لتعالى لي يا سمير لو سمحت لان اصل لما الواحد بنشوف الصوره كده ما يقدرش ما يتكلمش بيني وبينك خليك معايا بقى خلينا نروح بقى لمباريات الدوري يا كابتن النهارده و مباراة المصري وبتروجيتا وفوز النادي المصري كابتن إيهاب جلال الحقيقة ماشي بخطى جيدة في تاني مباراة على التوالي يفوز بها كابتن إيهاب جلال وجهازه الفني الجديد على بتروجيتا اللي الحقيقة يعني موقفه صعب ولا لسه بدري وخصوصا كمان بعد استقالة مؤمن زكريا من شوية مؤمن سليمان أنا آسف من شوية مؤمن زكريا استقال وسافر السعودية المهم ف انت كنت سريع على امبارح وانا بقول رمضان ما مؤمن محسن وخصوصا بعد استقاله الكابتن مؤمن سليمان هل ده هيزيد وضع التوتر في نادي بتروجيت ولا حضرتك شايف ان لا بتروجيت لسه المباراه الجايه ولسه ممكن اي مدير فني يجي يمسك ويبقى الامور احسن خلال الفتره اللي جايه مباراه حماسيه سريعه بدون عقل يعني الناس عماله تجري وعمالين يقطعوا الكوره وبعدين في اندفاع في حماس في سرعه لكن ما فيش جمله ما فيش حاجه ما فيش حاجه خطره غير واحده لاسلام عيسى بينفرد بيحطها وطبعا الجول بتاع بتروجيت الحقيقه موفق جدا بيطلعها في الشوط الثاني نفس القصه وان كان المصري يمكن مستحوذ اكتر اللي قلقنا يا كابتن اسلام انه لاعيبه بتروجيت اول ما جه فيهم الجول تحس انه فرقه عايزه تنزل خلاص يعني فقد الامل على الرغم كان لسه في وقت يعني الجول اعتقد جه في الدقيقه كام يعني الشوط الثاني هو الشوط الثاني طبعا في الدقيقه كان حاجه و60 65 حاجه كده جريندو اللي نزل مكان اسلام عطيه الحقيقه جاب جول حلو كره اتخبطت في العارضه من اسلام عيسى وردت له وراح مكملها في الجول لكن ماتش ما فيهوش الجماليه ماتش اقل من المتوسط لكن بتروجيت في علامه استفهام لان بتروجيت دايما معودنا كان دايما بيبقى متصدر الدوري جدول الدوري ايام الكابتن مختار لما كان ماسك كان بينهي صحيح في مركز رابع او خامس لكن يبقى في المركز ال 18 عمليه صعبه جدا ويعني محيره نتمنى لنادي بتروجيت ما نقدرش نحكم مين هياخد الدوري ومين هينزل دلوقتي وإلا إن احنا أمال إيه يا كابتن لسه الدور الثاني كله كابتن كل الأمور واردة جدا إنها تتصلح بس على حساب إنه المسؤولين في بتروجيت يبقى في وقفة مع النفس أنا وأنا بشتغل في الممتاز يا كابتن لازم أختار مدير فني من البداية على أعلى كفاءة والمدير الفني ده يجيب لي لعيبة أبقى أنا متأكد إن الناس دول هيقعدوني في الممتاز على الاقل بيبقى ليا هدف صح انت عايز تنافس على المراكز الاولانيه ولا نص الجدول ولا عايز تنافس على الاخر التكوير اللي انت بتكونها علشان تعمل المنظومه دي لابد من البدايه تبقى موجوده ما ينفعش ان انا اجيب لعيبه احنا اشدنا بيهم في البدايه لكن ما كانش فيه فوز في اداء جيد لكن ما فيش فوز طب وبعدين واحده واحده ابتدينا اخفاقات 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 تغيير مدرب هنغير مدرب تاني الدوامه ديت ممكن تدخلني وممكن تطلعني بس هو استقال الكابتن مؤمن فعلا طبعا يبقى اكيد اكيد طبعا بيبقى فيه يعني سكه كده يا اما اقدم استقالتك يا اما يعني يعني تقصد ان مجلس الاداره ممكن يكون ضغط عليه يعني ضغط عليه يعني ممكن محلي كمان اما يبقى عندي احمد تمساح ومحمد فييرا في فرقه انا في عرض ان انا اكسب مباراه فبص ليه بيغير محمد فييرا اللي هو انا بعتبره من احسن اللعيبه السنه دي اللي بيأدي وعنده سرعات ولما مشي جيمس بيكلي الدنيا وقعت منه شويه فييرا ما بقاش عنده الهيلبنج او المساعده من الراجل اللي هو بينطلق جنبه في منطقه الجزاء وانا اخرجه ليه؟ ده مفاتيحك
فتيح الفوز بتاعتك واحد زي محمد فيرا ده يهد اي ديفنس. والنهارده احمد تمساح ده حطه بره ليه؟ ده انت النهارده بتلعب على يا تكسب يا تمشي. في احمد العجوز يا كابتن. واحمد العجوز انت بتلعب النهارده على احسن ناس، احسن واحد في تيم بتروجيت. انا مش فاهمها من اول سنه، من اول سنه المدرب اللي كان واقف كده يا كابتن فيرا. انا ماليش دعوه بقدرات اللعيب من اللعيبه جايه. بص يا كابتن انا بس عايز اقول يعني برضو دي حاجه برضو ضد بتروجيت النهارده في المباراه، وانا شايفها مستغرب. يبقى عندك علامات كبيره وتالنت ولعيبه تقدر تعمل لك انت ماسك كوره بس ما عندكش اي انياب هجوميه. صح. والمصري كان يقدر يخلص الماتش في اول تايم اربع كرات لا، وتاني تايم يقدر يسجل كمان يا كابتن هدفين ثلاثه يعني. وزي ما انت قلت خدوا رصاص الرحمه ووقفوا. ففي مساعدات بتبقى من اللجان الفنيه بره والتدريبيه والنادي، وشوف اللعيب الكويس عندي اللي يقدر يكسبني. وفي ناس وضعها اللي انت شايفه دلوقتي بتنقله كل شويه من فرقه لفرقه. تمام. بص يا اسلام، يعني انت النهارده بتروجيت تحس ان الفريق ما عندوش هويه في الملعب، ما عندوش شخصيه يا كابتن. الفريق بيلعب من غير اي شخصيه خالص. الفرق اللي بتلعب من غير اي شخصيه مستحيل في اي وقت من الاوقات تتوقع ان هو هيكسب مباراه. مفيش سبيريت النهارده، مفيش لعب جماعي، مفيش جمل تكتيكيه، يعني كل واحد تقريبا بينزل بيلعب بطريقته هو الشخصيه، احساسي. تمام. الكلام بتاع المدير الفني واضح انه ما بيتنفسش داخل الملعب. الفرقه النهارده يا كابتن مفككه، فرقه بتلعب مع النادي المصري وانت شايف المصري بيلعب وبيضغطك وبيحاول يمسك كوره، وانت النهارده بتلعب جيم فاتح كل الملعب بتاعك، بتلعب في حوالي من 18 ل 18. مفيش حته البلوك ما بتعملهاش خالص النهارده. ما شفتش النهارده بتروجيت يا كابتن النهارده بيقفلوا مثلا بيلعبوا 45 متر، ما شفتش ال 11 بيلعبوا في حته واحده، ما بتحركوش كتله واحده، لا ده هم الملعب ممطوط عليهم. وبتلاعب فرقه عندها امكانيات برده كبيره، بتلاعب فرقه كويسه عندها مهارات. فالنهارده لا، بتروجيت في الملعب النهارده كانهم مش موجودين، مغيبين. يعني فرقه تحس ان هي مغيبه مش موجوده في الملعب، تحس ان هم مش عايزين يكسبوا، الفرقه نفسها مش عايزه تكسب النهارده. يمكن بتروجيت لعب الشوط الاول والشوط الثاني ما عندوش غير فرصه واحده بس، تمام، للاعب الاجنبي بتاعهم، وخدها هجمه من نص ملعب، يعني هجمه عن طريق زي ما بيقولوا، وخلاص وحارس المرمى قدر ان هو يتعامل معاه وصدها. هي دي الفرصه الوحيده اللي اتاحت لبتروجيت. على العكس الناحيه الثانيه المصري بيلعب كره على الارض، لعيبه قريبين جدا من بعض، مش طريقه ايهاب جلال المعتاد عليها، ولكن بشكل قريب جدا من الطريقه اللي بيلعب بيها الفرق. اللعيبه بتحاول ان هي تبقى متماسكه في الملعب، تبقى قريبه، الخطوط قريبه من بعضها، بيحاول يعمل جمل تكتيكيه داخل الملعب. النهارده كسبوا وهم الاحق بالمكسب، وكان يقدروا يسجلوا النهارده 3-4 اهداف مستريحين. مباراه مختلفه تماما. فرقه زي بتروجيت النهارده انا برضو بلوم على اللعيبه مش بس المدير الفني، يعني انا يعني شويه المدير الفني لكن اللعيبه اللي خليني ابقى روحي عاليه جدا داخل الملعب. ما ينفعش يا جماعه حته ان انا ابقى لعيب داخل الملعب وما عنديش الروح القتاليه داخل. حتى كمان في الكرات يا كابتن الاندفيدوال، الكرات المشتركه ما بين اللعيبه وما بين لعيبه المصري وما بين لعيبه بتروجيت، لا المصري اللي بياخد. السادة الوحيد اللي كان عنده النيرف اللي انت بتتمناه ده حماده طلبه النهارده لسه رايح لهم. لا واكبر سنا في الملعب، اكبر واحد فيكم في الفرقه هو اللي بيعين الناس، بايعين القضيه. اربعه مصري رايحين على اثنين بتروجيت زي ما قال بلال، ما حدش عايز يتحرك، ما حدش هيتحرك، وانا بسلبهم كمان نقاط القوه اللي موجوده فيهم. صح. فالعمليه ما كانتش ماشيه. وعايز اقول برضو نقطه برضو مهمه يا اسلام، لما يكون عندي لعيب زي شمال سباكشي تمام وتبيعه قبل يعني في السنه اللي فاتت، يعني برضو انت بتفكر ازاي؟ انت كاداره برضو بتفكر في ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه من فرقتك؟ توصل لفين؟ النهارده يكون عندي احسن لعيب في الملعب في الفرقه يا كابتن، ما ينفعش ان انا اسيبه افرط فيه. بقول لك انا بيزهقوه زواه عشان يمشي. ما ده اللي انا بقوله، فلوس. انت النهارده الاداره كان متماسك عشان كده سابوه. ما انا بقول لك، ما هو الراجل ما بياخدش مستحقات، وانا النهارده عندي لعيب كويس اسلام، هتفاوض معاه مستحقات. هتفاوض، ما اقصدش هتفاوض معاه اعليه ولا اسيبه يمشي. انت عارف اللعيب لما بيبقى عايز يمشي بلال بيعمل ايه؟ بس ليه اسباب انك عايز تمشي. طب قبل كده كان بلال عايزه طب هو يمكن من الوقت كمل وكمل حصل كده بس كمل تمام. فحتى لو هو مشي شمال سباكلي، فانت فين الاداره هنا اللي تجيب لعيب مماثل للعيب ده؟ بتروجيت مش نادي صغير، نادي عنده امكانيات كبيره يا كابتن، ونادي كبير يعني، وفي وقت من الاوقات كان بيوصل في الدور الاول انه يبقى اول الدوري العام، مع كابتن مختار اوقات كتيره جدا كان بيعمل كده. فالنهارده انك توصل تسيب نفسك توصل للحته دي يعني هتبقى صعبه جدا جدا. بتروجيت عايز يعني شغل كتير جدا عشان يطلع لفوق، صعب جدا، لازم تغير من روح اللعيبه، انت عايز شغل نفسي وشغل فني مع بعض، مش عايز بس شغل فني، انت عايز شغل نفسيه للعيبه وفي نفس الوقت عايز تشتغل شغل فني، الاثنين مع بعض يا كابتن عشان تقدر تطلع. في امكانيات تدعيمات خلاص خلاص مفيش تدعيمات خلاص في امكانيات لعيبه في امكانيات موجوده، بس ازاي تدير الامكانيات وترجع اللعيبه وتعلي السبيريت عند اللعيبه دي محتاجه يعني شغل كتير قوي مع بتروجيت يعني. الناحيه الثانيه طبعا المصري النهارده مباراه جيده جدا، كابتن ايهاب جلال يعني برده بيحاول يلعب بالطريقه بتاعته اللي هو الاستلام والتحضير والاندايركت اتاك، يعني انت بتلعب من بصم من رجل لرجل، بيحاول يلعب زي شغل الفرق الكبيره الاهلي والزمالك. نعم. قدر يوصل النهارده بشكل كبير جدا، عنده فيرود محطه محمود وادي لعيب محطه
جيده جدا، عنده سرعه وعنده قوه، هو المهاره مش موجوده شويه بس عنده القوه والسرعه. تمام، محطه جيده جدا بالنسبه له النهارده، عمل برده كان سبب في الهدف اللي سجله النادي المصري النهارده الحقيقه. والثلاثي الامامي حتى كمان تغيير جريندو ما شفناش يا كابتن ان الفرقه اتغيرت، لا بالعكس شفنا الفرقه مستمره زي ما هي حتى بالتغيير. هو قادر يسجل هدف النهارده، هدف برده من لعبه متكرره، بيلعب من باص من رجل لرجل، قدر ان هم يوصلوا ال 18، شاطئ اسلام عيسى في العارضه وردت لجريندو قدر يحطها بسهوله جدا، وكان يقدروا يسجلوا اكتر من كده. فعايز اقول لا، المصري النهارده متفوق ويستحق المكسب بشكل كبير. تمام كابتن عادل، المباراة الثانية مباراة نادي المقاولين وإنبي تاتا، دي المباراة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، يعني الشوط الأول كان جيد شوية، قول لنا رأيك فيه. الحقيقة الاثنين المديرين الفنيين الكابتن عماد والكابتن علي ماهر الحقيقة عملوا جيم هايل، بس تحس إن هناك حرص شديد جدا من محدش عايز يخسر، محدش عايز يخسر، فالصراع كله في وسط الملعب. انما ما فيش شك انه في اداء، في جمل بتتلعب من الفرقتين، في شغل من الاطراف، في اختراقات من العمق. العيب الوحيد اللي انا شفته في المباراه ديت ان بعد ما بتعمل الشغل من تحت لحد وسط الملعب للثلث الاخراني، التكمله في كوره 18 عشان تجيب جول بتلاقي فيرود لحد يكمل كتير. التكمله بقى عشان عايز اجيب جول، تحس ان هو كل واحد خايف يكمل، الفتنس بتاعه ما يسعفوش ان هو يرجع ويامن الواجبات الدفاعيه، يقول لك مفيش داعي اكمل لان انا لو كملت وترددت انا مش عايز اخسر. انما اتيحت فرص لفرقتين، علي ماهر اتيحت ليه فرص، وطبعا الكابتن عماد النحاس يمكن انا مشفق عليه النهارده لان في فرصه تقريبا في الدقيقه حاجه و80 88 الكره اتلعبت فاول بول، الجول بيمسكها راح توقع من ايديه، طبت الراجل هو الراجل الكره الدراماتيكيه جول لوحده جاي بيحطها راح تخطى في ركبته وراح رايحه بالعرض. طبعا عماد واقف هيتجن طبعا. ده هو قال لك انا لو دخل بيها جوه الشبكه لانه جنب العارضه، فدي كانت تديله ثلاث نقاط. لكن الحقيقه الاثنين المدربين شاربين المرار وروح الفانيلا، بيلعبوا لاخر دقيقه، مفيش تبادل الاستحواذ على الكوره وتبادل الاهميه. تبص تلاقي فريق انبي يسيطر ثلث ساعه وبعدين فريق المقاولين يروح مسيطر 10 دقائق، ودايما السيطره متبادله بين الفرقتين رايحه جايه، يعني رايحه جايه. لكن برضو حارسي المرمى النهارده سواء عمرو حسام عمرو او ابو السعود، الاثنين الحقيقه كانوا موفقين جدا النهارده، وان كان طبعا عمرو يعني الحقيقه الكره اللي ضاعت دي ربنا بيحبه، والدته دعياله كمان والدته دعياله كابتن شريف. مفيش اكتر من اللي قاله كابتن عادل، بس كانت هي حته زي ما قال اهم حته ان كل فرقه كانت بتاخد 10 دقائق وكل لعيب كان بيجيله حاله تفاوت في الاداء. يعني لو هنتكلم مثلا على لعيب النهارده ابراهيم صلاح عايز يبقى هو اللي بيستلم الكوره في اول هاف تايم وهو اللي بقى بناء الهجمه، كان في بعد كبير قوي صاب وطلع بين الشوطين ده في الشوطين، لما في اول هاف تايم كان في بعد كتير قوي. حاول محمد طلعت ولويس ادوارد ده عمل مجهود كبير جدا النهارده انه يحاول يعمل من الاطراف، وعمل كره عرضيه في اول شوط جميله جدا لمجلي اسمه مجلي ده لعبها وهو واقف، يعني ما طلعش وركبها وراح حاططها في الجول، ده كان يبقى طلعت فوق العارضة، طلعت فوق العارضة دي، ده كان ممكن يبقى هدف، وهدف سهل جدا ومن شغل كويس قوي. ناحيه اليمين كانت شغاله امير عابد، كان شغال كويس قوي النهارده وعامل المحطه هو ولويس ادوارد ده، وعندهم الثقه النهارده انهم يمسكوا، بس كانوا بيزودوها عايزين يعدوا من واحد واثنين وثلاثه، عايزين يستغلوا اي حاله الانبي النهارده مش واقفين على رجليهم مثلا. انما كان بالمقابل طبعا رامي صبري شايل حمل كبير جدا هو واحمد صابر الحقيقه، وعلي فوزي عملوا جيم النهارده، يمكن هم اللي قدروا يوفروا لفريق ديمبي الهدف من المباراه اللي هو على الاقل ما نتغلبش ونطلع متعادلين وناخد نقطه. بالنسبه للشوط الثاني حسينا بسرعه غريبه بتحصل في الملعب، وانا كمان معترض على ارضيه الملعب، يعني مش عارفين الارض وحشه قوي، يعني اللعيبه مش عارفه تتعامل، ممكن تتعور في اي وقت كلهم ممكن يتعوروا. حصل تبديلات وحصل في لعيب من الاسماعيلي جه لفرقه ديمبي كان ممكن يغير نتيجة المباراة خالص، بكورة جات له من عرضية كروس كده جميل نزلت له وراح عاملها بليسنج، لو كان صلحها لأي حد أو
شاف اي لعيب جنبه الحقيقه كان يبقى هدف برده للانبي ويبقى ليه تقدم. يعني الاثنين كانوا متساويين في التحركات وفي الفرص. بس اعتقد المقاولين العرب كان اكثر شراسه ونيرف اعلى وكان عايز يكسب المباراه عشان يعوض الاخفاقات اللي حصلت في الاسبوع. عمر فتحي اسمه عمر فتحي مكان عمر بسام اللي نزل مكان عمر بسام. اعتقد انه وارد جديد برده ما فيش بس يعني لسه ما عملش حاجه طبعا. واقف بيلعب الكوره وعايز يعني شغل برده عذر ان هو بيلعب لوحده يعني عايز ما فيش مسانده من بس هو عايز يعني لياقه بدنيه اقوى من كده شويه عشان يقدر يحارب في المنطقه دي. تمام كابتن بلال, وضع امبي دلوقتي وضع يعني احنا بقينا رايحين في حته غريبه جدا. امبي في موقف صعب, بتروجيت في موقف صعب جدا, يعني المقاولين طبعا في موقف جيد, المصري بالثلاث نقط دول اعتقد ان هو هقول لحضراتكم دلوقتي ترتيب الدوري, لكن امبي وبتروجيت وضعهم صعب جدا يا بلال. طبعا امبي وضعه صعب, يعني ما تعودناش على امبي من كده يعني طول عمرنا دايما الناس بتروح الامبي. انت مين الثلاثه اللي تحت؟ بتروجيت والاتحاد السكندري ودجله, دول الثلاثه, والثلاثه دول في السنوات اللي فاتت كانوا دايما بيبقوا في وسط الجدول, او امبي بيبقى قريب من مثلا من الخمسه الكبار. الاتحاد السكندري برده كان بيبقى مثلا التاسع الثامن العاشر. امبي برده خد بالك موقفه صعب برده يا اسلام, يعني امبي النهارده 21 نقطه تمام, قريب جدا من الثلاثه اللي تحت. انت بتتكلم الثلاثه اللي تحت كام؟ يعني 15 20 20 20 20 21, فهو قريب جدا من الثلاثه اللي موجودين تحت. يعني امبي بيمر بخطوره, عشان كده عايز اقول لك ان زي ما الكباتن اتكلموا ان الشوط الاول امبي نازل مش عايز يخسر, هو مش عايز يخسر تمام, خايف قلقان يا كابتن يعني برضو بيلعب بشويه تحفظ, يعني مش دي برضو الطريقه بتاعت علي ماهر. يعني علي ماهر احنا واخدين منه علي ماهر بيلعب 3 4 3, بيلعب بيعتمد على اطراف الملعب بشكل كويس قوي, بيلعب على السرعات اللي موجوده قدامه, بيحط 3 في خط الدفاع, ما بيعملش كثافه عدديه ورا في الحته اللي ورا, بيعتمد على السرعات والمهارات اللي موجوده عنده. النهارده لا, عنده تحفظ شويه, يعني امبي متحفظ شويه عكس مثلا المقاولين. المقاولين برضو نازل خايف من تكرار الهزيمه يا كابتن, هي فرقه كويسه فرقه جيده, ولكن خايف من مسلسل تكرار الهزيمه. انا ما بكسبش بقالي 6 ماتشات, يعني انا 6 ماتشات بكسب ما عنديش ولا تعادل, وست ماتشات تانيين النهارده ما بكسبش, بتعادل وبخسر. فبرضه المقاولين قلقان خايف الماتش بالظبط, تحس ان المباراه مين مش عايز, مين فينا مش هيخسر النهارده, مين مش عايز يخسر, مش مين اللي هيكسب لا, فالنهارده مين في الفرقتين مش عايز يخسر النهارده؟ امبي مش عايز يخسر, فعشان كده علي ماهر متحفظ شويه. المقاولين في الشوط الاول برضه متحفظ شويه, مش عايزين يهاجموا بشراسه بكثافه عاديه, برغم ان المقاولين وضعه في الدوري افضل بكتير جدا من امبي, ولكن الشوط الثاني اتقلب الموضوع خلاص. امبي حاسس ان هو خلاص بقى قريب للمكسب, ممكن يجاري المقاولين العرب, ممكن يكسب. المقاولين العرب برضو حس بان هو لا, الكره في ملعبه, هو ما عندوش مشكله مع الحته الفنيه, سهله جدا ان هو يقرب ويكسب ويسجل. النهارده زي ما الكباتن قالوا ضيعوا هدفين محققين جدا, كان ممكن المقاولين العرب يصعد بيهم لمركز اعلى من كده. لكن احنا في النهايه بنتكلم في اثنين هيد كوتش, يعني شباب عندهم افكار جديده بيلعبوا. يعني الشوط الثاني شفنا كره سريعه شويه, شفنا كره مختلفه, شفنا الفرقتين النهارده شالوا العبائه الحته الدفاعيه كابتن والستريس اللي موجود عليهم, وابتدوا يقدموا كره كويسه الشوط الثاني, عشان كده شفنا فرص ضايعه. فاحنا بنتكلم عن نموذجين جيدين, ولكن طبعا انا اتمنى ان امبي يخرج من الموقف اللي هو فيه, لانه موقف صعب جدا جدا جدا. خد بالك كل وبتروجيت طبعا, كل ما بتبقى في موقف صعب كل ما تفكير المدير الفني بيبقى بيتغير. يعني انا بغير من طبيعتي, من طريقه لعبي. النهارده لو تفتكر معايا مباراه سيتي وليفربول, طبيعي بتاع سيتي ان هو الماتش اللي كسب 2, مانشستر سيتي اتغلب النهارده, تشيلسي اتغلب, ليفربول اتعادل, توتنهام كان مغلوب من واتفورد وكسب, يعني كله اتعادل النهارده, حتى مانشستر يونايتد اتعادل تقريبا. فلو تفتكر المباراه دي جوارديولا بطبيعه لعبه كابتن دايما بيلعب قدام, دايما بيضغط, في اخر ثلث ساعه مع ليفربول لا, رجع لورا. فوارد جدا الموقف بتاعك يخليك تغير من اسلوبك ومن طريقتك, وده اللي بيحصل مع الفرق الصغيره. النهارده عادي, النهارده سوري, الفرق اللي بتبقى موقفها صعب, النهارده مثلا علي ماهر عايز يهاجم بس برده خايف قلقان, خايف يخش في جول بالظبط قلقان. عماد النحاس برده عايز بس قلقان برده, مش عايز يكرر الهزيمه. تمام, طيب هنتكلم شويه عن مباراه سيمبا القادمه, مباراه النادي الاهلي ونادي سيمبا التنزاني, ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن مباراه النادي الاهلي القادمه امام سيمبا, المباراه الافريقيه, ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل, عشان قدامنا 5 6 دقائق, عايزين نعرف ايه راي حضرتك في المباراه القادمه, وفي ظل وجود بعض الاصابات دلوقتي, رمضان مش هيلعب غالبا, وياسر ابراهيم غالبا مش هيلعب بنسبه كبيره, مش هيلعبوا الاثنين المباراه القادمه, حمدي فتحي لسه هيكون بعيد, ماذا يفعل مارتن لاسارت في مثل هذه الامور؟ من خلال بقى برنامجك, من فضلك الجهاز الطبي يطلع يقول لنا
فلان اصابته قدامه قد كده قدامه باليوم. اه انا في النادي الاهلي، اه مش هطلع اقول اربع اسابيع وخمس اسابيع، لا انا اقول كابتن شريف كابتن بلال الاصابه بتاعته كذا هينزل الملعب يلعب ماتشات في اليوم الفلاني، وتبقى المسؤوليه محدده، انا عدد اللعيبه مسؤول عن الحاجه الفلانيه، انا هسلمك اللعيب ده في الملعب يوم كذا، ما تبقاش العمليه. وده اللي انا كنت بطالب بيه باستمرار، يبقى الجهاز الطبي ليه مسؤوليه كامله على الناس اللي شغالين تحتيه، سواء اعداد سواء تاهيل سواء جيم، كل الامور دي الطبيب مع الجهاز ده، يبقى فيه حته واحده مسؤوله عن الاصابات، ما تبقاش العمليه لا بتاع الاحمال لا بتاع التاهيل لا ده بتاع الجيم، الكلام ده ما ينفعش في النادي الاهلي، لازم يبقى فيه حاجه حد مسؤول قدامي هيقول لي النهارده رمضان عنده الاصابه الفلانيه، انا 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 واحد اهو ما انا مش عارف اصابه رمضان ايه، الكابتن سيد طلع قال ان هو اجهاد في الضمه ومش هيبقى عادي وهيلعب، قال برضو على ياسر هو حس بكلبشه صغيره بس ممكن يلعب، فلازم يبقى بنخاطب جمهور كبير قوي، الجمهور الكبير قوي ده لازم يبقى عارف اصابه النجم بتاعه ايه. حاجات قبل ما يتعمل الاشعه، بعد ما اتعملت الاشعه واضح ان هو اتعرف غيابهم اسبوعين، كل واحد اسبوعين وخلاص انتهى. كل واحد هيقعد اسبوعين، رمضان صبحي هيقعد اسبوعين، وياسر ابراهيم هيقعد اسبوعين، حمدي فتحي اعتقد هيقعد اسبوعين، او يعني فات منهم اسبوع فاضل له اسبوع، فيعني حاجات محدده خلاص. الاجهاد ده يعني شد، انا عايز اقول لحضرتك، ما انا عشان كده بسال حضرتك، الشد حاجه ثانيه، عشان كده بسال حضرتك ماذا يفعل مارتن لاسارت في مثل هذه الامور؟ والله البدائل ده اللي انا قلته له في اول في الراجل معاه مستشفى، البدائل الحقيقه هو في حد ورطنا كده في القائمه الافريقيه من بدايه الموسم، ففي ناس على كفاءه عاليه، انما ممكن بقى يبقى فيه اذا صالح جمعه داخل، لان بكره اعتقد هيبقى فيه اخر يوم اضافه يعني. اثنين كمان، والكابتن سيد قال ان في اثنين هيتضموا للقائمه الافريقيه، نرجو الاثنين اللي يكونوا هيخشوا يكونوا هيلعبوا، يعني يكونوا جاهزين في سلام بحيث ان هم يلعبوا الماتش ده، لانك انت لما يكون في رمضان في طبعا بديل، والنهارده الخواجه قعد مع سعد سمير علشان يديله ثقه ويديله حماس، اكيد سعد هيلعب يعني ما هي ملهاش حل تاني، مع ايمن اشرف مع علي معلول مع هاني مع كريم مع عمرو السوليه، حسام عاشور لا دخل هيخش معاهم، حسام عاشور طب ودي برضو حاجه كويس، ده برضو حاجه جميله، الناحيه اللي قدام فيها حسين وفيها ناصر وفيها اجايه ممكن، ويبقى صلاح محسن راس حربه، يعني مشكلتك هتبقى يمكن في الطرف الشمال، ممكن اجايه يلعب في الطرف الشمال، جيرالدو ده افريقي، لا مش ينفعش، لا لعب البطوله اللي فاتت ولعب مع فهيبقى بس يمكن عنصر واحد بس اللي هيفرق معاه، تمام ماشي، مفيش حد تاني يعني، ما نخافش يعني ما نقلقش يعني. ربنا يستر. انا مش فارق معايا اي حاجه مين هيلعب مين مش هيلعب، الحقيقه اكيد هم ادرى مننا على علاقة بالملعب أكتر مننا، وهم اللي شايفين اللاعب اللي هو يقدر يوظفه ويقدر يعوض أي غياب أي نجم موجود، هم كلهم نجوم ما شاء الله. أنا بس ليا طلب واحد يا كابتن، الشكل اللي شفته في ماتش المقصة وماتش الأول والشوط الأول في وادي دجلة أتفرج عليه تاني بين أي لعيب بيلعب، الشكل اللي شفته في وادي دجلة تاني تايم بالرجوع حتى لو كسبان اتنين كسبان تلاتة كسبان واحد أرجع تاني للزون ديفينس ده وأوصل سيمبا أو أوصل مين من الناس بيلعبني لغايه نص ملعبي حتى لو في احلك الظروف، انا عندي من اللعيبه دلوقتي اللي عندها النيرف وتقدر تعوض وتقطع في الملعب، ده اللعيب دلوقتي كل لعيب في النادي الاهلي يا بلال بيرقص واحد واثنين وبيعدي وبيقطع مسافاته بين النقل للحركه لاي لعيب بيقابله، وعندهم لاسارتي عامل حاجه جميله جدا انا شفتها في اول تايم في وادي دجله، الباص والتسليم والحركه والاطراف بتتحرك مع بعض، يعني عندنا مكونات كتير قوي نسمح دايما ان احنا بيبقى لنا وجود وبيبقى لنا شكل وشكل جميل ومبهر للجماهير المشتاقه دي كلها، ان احنا على طول بنضغط على الخصم، ضاغط على الخصم تفقدوا اي حاجه في ذهنه حتى هو مخططها يجي يلعب عليها، بتفقدوا اسماء اللعيبه بتاعتك، بتفقدوا اي خطط باني عليها وجوده في الملعب، واتمنى ان يخش عمرو السوليه بقى في المرحله بتاعت مباراه زي دي كده يبقى هو القائد بقى، يعني انا عايز اشوف عمرو السوليه الحقيقه بيعمل لي التيمبو بتاع الحكايه،
امتى بيوزع كرة، امتى بيطلع، امتى بيكمل في منطقه الجزاء، بقى يملك دلوقتي روشيتا بالنسبه للملعب كله. تمام كابتن بلال، سريعا جدا رايك في مباراه سيمبا والنادي الاهلي. بص، معنويات النادي الاهلي ارتفعت بشكل كبير جدا من المباراتين اللي فاتوا، واضح ان خلاص الفرقه ابتدت تخطو الخطوات الايجابيه في الطريق الصحيح بتاعها. زي ما قال الكباتن، يعني انت النهارده بتلعب مباراه او لعبت المباراتين اللي فاتت دول بشكل مختلف تماما عن كل المباريات السابقه. بتضغط على الفرقه اللي قدامك، بتحقق التارجت بتاعك والهدف او الجول بتاعك من بدايه الشوط الاول، فبتديك ثقه في النفس، بتخليك الشوط الثاني اهدى بكثير جدا على عكس المباريات اللي قبل كده. كابتن تستنى الشوط الثاني فانت بتتنرفز، يعني بتبذل مجهود اكتر، بالظبط متوتر، بتبذل الشوط الثاني محتاج تبذل مجهود اكتر بكتير جدا، ممكن ما يساعدكش او عامل اللياقه البدنيه ممكن ما يساعدكش، لان كتير جدا لعيبه كانت بتخرج من اصابات وترجع ثاني، فالامور كانت بتصعب عليك. لكن الاهلي في الفتره الحاليه قدر يوصل اللي هو عايزه، قدر يوصل في اللي هو عايزه بتكوينه، بالاداء اللي احنا شايفينه في الملعب، الاداء اللعيبه بالروح اللي موجوده في الملعب، يعني بالشغل اللي التجانس اللي موجود مع في اللعيبه داخل الملعب وادائهم مع بعض. لعيبه خط الوسط بنشوف النهارده اللعيبه بتاعه النادي الاهلي بتتحرك بلوك واحد، بيتحرك كلهم مع بعض من المدافعين لوسط الملعب للمهاجمين، بنضغط من قدام، ودي ميزه ما كانتش موجوده قبل كده في الفترات اللي فاتت، اصبحت موجوده انك بتضغط على الفرقه اللي قدامك من نص ملعب عشان تقدر تستخلص وتسجل اهداف، وحصل قبل كده وسجلنا اكتر من هدف بالطريقه دي. فالنادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، ما اعتقدش ان المباراه اللي جايه مباراه مخيفه، فبس بالنسبه لك تخاف برده من عامل الايجاد وتخاف انك ما تستغلش الفرص. يعني دايما انا كل اللي انا عايزه انك الفرص اللي تتاح ليك يا كابتن في الشوط الاول تخلص على طول، عشان ما نجيش الشوط الثاني نبتدي نبذل مجهود اكتر، فبالتالي مع الاجهاد الكبير الموجود على عند لعيبه النادي الاهلي هتصعب عليهم الامور بشكل كبير جدا. لكن النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا وبيأدي اداء بشكل كويس، واحنا مش قلقانين على النادي الاهلي المباراه اللي جايه اطلاقا. الراجل بسرعه، الراجل واقعي جدا، لو تحس مباراه المقصه والماتش اللي فات وادي دجله بيلعب الشوط الاولاني 45 دقيقه ضغط احراز هدف، الكل بيجري زي ما قال الكابتن بلال، الخطوط المتقاربه، الخطوره المستمره، الشوط الثاني بيعمل ايه؟ بيريح. مش بيريح، بيروح مقافل، صح، لانه عارف ان الفتنس بتاع اللعيبه بتاعه مش كامل. تمام، فواقعي جدا ودارس، ومعاه ناس معاه في الجهاز والناس اللي هو بيستعين بيهم، الراجل بتاع القياسات والحاجات ديت. الشوط الثاني مش هقدر اقوم بالضغط الشوط الثاني، لان الفتنس هو الراجل جاي من اربع خمس ماتشات، مش هيقدر يلعب بنفس القوه في الشوط الثاني، لذلك دايما هو بيرجع، وده الرجوع ده مقصود في الماتشين. تمام، علشان ان هو وبعدين بتبص تلاقي الهجمه بتتبني من تحت، بيروح مخلي 3 4 يروحوا رايحين علشان يعملوا مناوشه ويرجع ثاني، يناوش ويرجع ثاني. الكلام ده بيعمله ليه؟ علشان ما فيش هجمه تيجي تطلع سليمه وتيجي على خط ظهرك. واحنا شفنا وادي دجله ما الكلام ده نعمله، انا كسبان 2-3، طيب. هو كسبان واحد وفي محك والفرقه الثانيه بتشاركني في الملعب، لازم يبقى عندي محطتين اماميتين ما يدوش مساحه كبيره قوي انك توصل لغايه نص الملعب. تمام، انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لكابتن عادل على وجودك معانا، شكرا لكابتن شريف، شكرا لكابتن بلال، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي يوم السبت ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي سيمبا التنزاني، كل التوفيق للنادي الاهلي بكره وبعده ان شاء الله. احنا اجازه، تستريحوا مننا شويه، استنونا ان شاء الله يوم السبت القادم وحلقه جديده من ملعب الاهلي.